هو الأجهزة القديمة اللي احنا بنعيد استخدامها مرة تانية عندنا في مصر، هل في حاجة اسمها ان الجهاز ده اكسبايرد خلاص بقى يعني ما ينفعش يستعمل تاني، فاحنا لما بنعيد استخدامه مرة تانية بيكون مضر علينا، ولا فيش حاجة اسمها كده؟ لا اكسبايرد من الناحيه الصحيه لا، بس من الناحيه التقنيه يعني ايه؟ يعني في برامج ما ينفعش تشتغل عليها، ما مظبوط، نستوعبهاش ويندوز يعني بقى ما اعرفش ال ال الحديثه. اه الحاجات دي خلاص ادمت، لكن هو كجهاز نفسه ما فيش مشكلة ان انا ارجع استخدمه تاني. لا كجهاز لما بتكلم على جهاز الكمبيوتر، لكن في اجهزه تانية مضره، مثلا طابعات الليزر مثلا، دي بيستعمل فيها الاحبار. دلوقتي في تكنولوجيا جديده مش مضره للبيئه، هي بيجيلنا من بره الطابعات دي خطر، الحبر ده يعني ما عادش بيستعمل بره لانه خطر على الصحه، فبيجيلنا احنا بنستعمله مثلا، لكن كجهاز نفسه مش مضر تمام. طب كمبيوتر. دكتور أسامة، يعني ما هو أي سؤال دلوقتي ممكن يعني يتبادر لأذهان السادة المشاهدين، طب أنا دلوقتي لما يكون عندي بطارية موبايل قديمة أو موبايل قديم ومفروض أنا مرميهاش مثلا في سلة المهملات في البيت، طب أنا المفروض أعمل إيه؟ أعمل إيه فيها؟ أتخلص منها إزاي بشكل آمن؟ دي حضرتك بقى ده سؤال من فوات الأهمية، لأن ده دور الدولة اللي الدولة بتعمله دلوقتي عشان اللي حضرتك بتسألي فيه ده. كان بيحصل إيه؟ إحنا في الغالب يعني متعودين على روبابيكيا، فيجي بتاع روبابيكيا ياخد الحاجات القديمة ويتباعها بثمن بخس يعني، بس المهم يخلصنا منها. هو بياخدها يعمل فيها إيه؟ وهي دي بقى المشكلة، إن إحنا بنرمي الحاجة في القمامة، يعني هو بياخدوها في المعامل أو الفرز البدائي اللي هو القديم ده، بيطلع منها الحاجات المهمة جدا والباقي بيرميه. الباقي اللي بيرميه ده حضرتك ده خطر جدا على البيئه. ليه بقى؟ لانه بيقعد في الارض تتحلل، سمم لك الارض يعني، دي حتى الارض دلوقتي تزرعي او تشربي ميه بقت فيها مواد مسممه بالغه السميه يعني لهذه الدرجة. طبعا. فالتخلص ده بيسموه التخلص الغير امن. غير امن ايه؟ ان ارميها في الزباله او فطبعا بيجوا بتوع في الزباله بيقعدوا يطلعوا منها الحاجات اللي بيفرزوا. يفرزوها، الحاجات المفيده ليهم، والباقي بترمي كده كده بترمي. لكن المعالجات الحديثة بتعمل ايه؟ مفيش حاجة اصلا بتترمي، كل زي ايه حاجة بقى؟ فيها بتتحل. دلوقتي طبعا دي من ضمن الانجازات الضخمة اللي تحتسب يعني للرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا في 7 سنين اللي فاتوا. كل اللي احنا بنقوله ده اتغير ازاي؟ اولا ادوا تراخيص لمصانع متخصصة في معالجة النفايات الالكترونية. دلوقتي بقى في 7 مصانع في مصر وخمسة جداد، حوالي 12 مصنع هيشتغلوا عشان يعملوا كده. لوزارة البيئة طلعت مبادرة تطبيق يعني اسمه ايه تدوير. ايه تدوير ده؟ انت حضرتك بتنزلي الابلكيشن، بتصوري الحاجه اللي عندك اللي انت عاوزه تستغني عنها، بيقولوا لك ممكن توديها فين وتاخدي عليها نقط يعني تسترجعي منها فلوس تشتري بيها حاجه جديده. كويس؟ حلو. وفي شركات قامت ان هي بتدي لك نقط تحوليها كاش على طول، يعني زي نظام الروبابيكيا كده بس متقدم شويه. متقدم في ايه؟ في طريقه التعامل مع الناس، وتقدم في طريقة تدوير النفايات. بياخدوها حضرتك بيفككوها خالص، بيطلع منها بقى أجزاء. تعرفي مثلا أنه النفايات اللي احنا بنرميها ديت فيها بيطلع ذهب بكميات كبيرة، ذهب وفضة ونحاس وألومنيوم كل المعادن وبلاستيك. المستخدمة في تصنيعها بيعاد استخدامها مرة تانية. بالظبط. فاللي بيحصل ايه؟ ان هما بعد ما بياخدوا الحاجات المفيدة دي يبدأوا بعد تاني يدوروها في الصناعة. يعني برضو لو امكن هم عرضوا ال احنا كنا بنعرض وحضرتك بتتكلم قدام على ففي الشاشه. مكتوب حاجه اسمها فوائد اقتصاديه اعاده تدوير المخلفات. بيقول لحضرتك انه النفايات الالكترونيه دي فيها معادن اكتر 50 مره من المعادن المستخرجه من الارض، يعني الكم الضخم الاطنان دي كلها فيها معادن اكتر من كده. بيقول لحضرتك وكاله حمايه البيئه في امريكا بتقول لك لو عملوا تدوير لمليون كمبيوتر هيكفي كهرباء ل 3600 بيت لمدة تخيل سنة. ده عائد اقتصادي يعني رائع ضخم جدا لأي دولة. ضخم جدا. فدلوقتي كل المطلوب من أي حد مننا إنه ينزل أبلكيشن إي تدوير أو يتواصل زي ما حضرتك قلت الشركات برضو بالظبط. مع اتحطت اتعرضت اتواصل ينزل ابلكيشن بتاع تدوير المخلفات الالكترونيه، اي حاجه فيها تدوير مخلفات. وانا في البيت ممكن حد يجي ياخد مني الحاجه، انا بقى كمواطن اعمل ايه حضرتك؟ بالظبط. اولا لازم اشتري اجهزه اصليه مش تقليديه. ليه بقى؟ المشكله بتحصل في ايه؟ بروح اشتري جهاز رخيص والجهاز الرخيص ده يعيش معايا كام شهر ويبوظ، فبقى معايا حته حديده. مظبوط. او جهاز مستعمل متهالك، فانا كده خلاص بقى عندي نفايه الكترونيه عشان ما اشتريتش. لو اشتريت جهاز اصلي اغلى شويه، حتى ممكن اشتريه بالتقسيط، بس هيعيش معايا سنين طويله.
فبالتالي مش هتكرر عندي، بدل ما اشتري 10 اجهزه في 10 سنين ممكن جهاز يقعد معايا 10 سنين. حضرتك كده عايز تقلل كميه النفايات، رقم واحد. رقم واحد. رقم اتنين، اعمل صيانه مستمره للاجهزه اللي عندي، ما اسيبش الجهاز لحد ما يبوظ خالص ويترمي. فكل ما لو جهاز عندي كويس اقدر اعمله صيانه ومتابعه هيعيش معايا فتره اطول. طب لو خلاص الاجهزه باظت وادمت، اما انا اتبرع بيها لحد او ابيعها حد تاني يستفيد بيها، او حتى اتبرع بيها مجانا لحد يستفيد بيها، ما ارميهاش اطلاقا في الزباله لان ده خطر جدا ان انا ارميها، خطر عليا وصحتي وعلى مستقبل اولادي كمان ان انا بسمم الارض اللي احنا عايشين فيها. او ان انا اتصل بحد من الجهات اللي حضرتك تفضلت عليهم كده دول انه يجوا ياخدوا مني الحاجه، اما ببلاش او بفلوس او بقيمه تبرعيه، بس المهم ان انا اعيد تدويرها تاني، يعني مش ارميها واضر بيها نفسي واضر بيها البيئه. لازم نحافظ على الحاجه دي في البيت في مكان واحد. يعني بمعنى مثلا ايه بقى؟ يعني مثلا اجيب صندوق احط فيه الحاجات، اطلع منها البطاريات في غايه الاهميه البطاريات ديت، يعني حتى لو بطاريه قلم، حتى بطاريات القلم العاديه بتاعت الساعات دي او اخطر حاجه، دي اخطر حاجه. طبعا، لان مع الحراره مع الوقت البطاريات دي ممكن تنفجر.